السلام عليكم. وعليكم السلام. جودي، مهند، محمد، أسامة. ها، كله تمام؟ لدينا الغناء. ها، يحيى، ادخل يا يحيى. رودينا، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخذنا طبعا الحصه اللي فاتت، بدانا في يونت 1، عرفنا او اخذنا فكره عامه عن شكل ورقه الامتحان بالنسبه لسنه رابعه. النهارده ان شاء الله بنكمل، بنشوف الناس ذاكرت الكلمات دي ولا لا، المحادثه اتفهمت واتحفظت كويس ولا لا. تمام، هنراجع على المحادثه مره سريعه برضو نفكركم بيها. قول هنا واتس رونج. I can't find my mom. I can't find my mom. أنا مش لاقي ماما. وقلنا what's wrong هنا بمعنى ما المشكلة أو ماذا بك. What does she look like؟ قلت السؤال ده مهم جدا في الترتيب بتاعه، ومهم أيضا في جملة اختياري لما بيسألني عن does. What does she look like؟ بقول له she's tall and thin. وقلنا إنه مهم كمان في جزئية السؤال والإجابة، لما بيديني صورة ويديني عليها سؤال وعايزني أجاوب، انا بجاوب بنفس الاجابه اللي موجوده عندي في المحادثه على حسب الصوره برضو. يبقى what does she look like؟ بقول she's tall and thin, she's wearing a red dress. وقلنا هنا خلي بالي من جمله she's wearing، ليه؟ جمله مضارع مستمر اللي هو طالما عندي am with a or يبقى عندي الفعل بعدها ing. Is that your mom؟ بقول له yes there she is او yes she is. Yes there she is او yes she is. Thanks mom. دي المحادثة اللي احنا شفناها مع بعض الحصة اللي فاتت. كمان رجعنا على الجزئية ديت اللي هي الميني ديالوج. Pass the pizza please. قلنا which one the cheese pizza. Here help yourself. هنا رحنا احنا في الجزئية دي حليناها مع بعض الحصة اللي فاتت، بنفكركم برضو بيها تاني. الجزئية الأولى لما بقول هنا في جزئية الليسن، عرفنا طبعا انا بسمع للكلمتين اللي مع بعض دول وبختار او باخد دايره على الكلمه الشورت، باخد دايره على الكلمه الشورت. طيب انا لما اقول هوت وكراي يبقى اتفقنا من الحصه اللي فاتت ان هوت هي اللي شورت فبنعمل عليها دايره. لما اقول ايت وكوك فبقول ان كوك هي اللي شورت وباخد عليها دايره. لما اقول فايند وداد قلنا داد هي اللي شورت واخدنا عليها دايره. لوك لايك قلنا ان لوك هي اللي شورت واخدنا عليها دايره. طيب افرق ازاي ما بين اللونج والشورت؟ قلت انا بميز اللونج اني بتنتهي باي، بتنتهي باي. تمام، يبقى اذا هنا هوت انا عندي بقدر اتحكم او اختار، يعني انا ممكن اختار انا لوحدي من غير ما يصير ما ينطق الكلمات دي قدامي. تمام، الجزئيه الثانيه شفنا السؤال الثاني وهو برضه ليسن. ايوه انا مهاب السيد. ازيك يا مهاب؟ الحمد لله. طيب قلنا في السؤال الثاني السير بيجيب لي اربع جمل فيهم فراغات اللي هي اكمل الجزئيات النقط ديت، بسمع السير بيقول ايه وبكمل. طب اكمل لوحدي؟ قلنا لا، انا بكمل على حسب ما السير بينطق قدامي الكلمات. تمام، فلو قلت هنا وات از شي يبقى هكتب كلمه شي. شي از ويرينج هكتب كلمه ويرينج. Is that your mom؟ بنكتب mom. Pass the pizza يبقى هكتب هنا وات كلمة pass. تمام، ده بالنسبة للسؤال ده وشفناه مع بعض الحصة اللي فاتت. أيضا في سؤال جديد بالنسبة لنا اللي هو circles odd one out، دايرة على الكلمة المختلفة. قلنا بيديني أربع كلمات فيهم ثلاثة زي بعض لهم نفس النوع، يعني سواء كان خضروات أو فواكه أو أرقام أو ألوان على حسب، وبنحدد مين فيهم المختلف وبناخد عليه دايرة. عندي هنا مثلا 1 و 2 و دريس و 3، قلنا طبعا واتفقنا مع بعض ان دريس هي اللي قض. ليه؟ لانها مش رقم. تمام، وكذلك بقية الجمل. قلنا بيديني سؤال زي ده اللي هو الاختياري مبني على جمل المحادثة برضه، بقول هنا I can't، قلنا I can't find. ليه؟ لان كان وكانت بيجي لي بعدها الفعل في المصدر زي find. Is your mom او your name؟ انا بقول هنا هوت is انا بستخدمها للمفرد،
طيب انا عندي زيز، لا ده زيز للجمع واخدناها كتير في سنه ثالثه، قلنا زيز ار وكذلك زوز ار، انما هنا اقدر اقول الذات او الزس، الذات او از زس. The pizza please، بقول هنا pass the pizza please، pass the pizza please. The girl is sad she crying، يبقى اقول له she، هنا بتاخد ايه من دول، ام ولا از ولا ار؟ بقول له she، ها is she ايه؟ she is، she is crying. تمام تمام الجزء ده، طبعا الجزء ده كان معانا في الهوم ورك امبارح. تمام ها، اقول الاجابه الثانيه، عندي find، النقطة الثانية بقول ذات، النقطة الثالثة بقول باس، النقطة الرابعة بقول شي از. ده الجزء الأول. تعالوا نشوف مع بعض السؤال برضو الجديد بالنسبة لنا اللي هو read and choose true or false، أو حط لي صح وغلط. الصورة اللي قدامي هي صورة أو جزء من الصور اللي كانت عندي في المحادثة، عارفين المحتوى بتاعها بما إن حفظت المحادثة وعرفت هي بتدور عن إيه أو كانت بتتكلم عن إيه. الولد اللي بيدور على مامته وزعلان لانه مش لاقي مامته. طيب هنا بيقول لي مام is wearing a dress، الصوره اللي قدامي فيها مام، ها اهي wearing dress، اهي true. هقول له ايه؟ ترو. برافو. يبقى اقول له الاولى ترو. I can see a policeman. True. A policeman. اتفقنا ان الراجل ده اللي بيساعد الولد ده policeman. يبقى بقول له برضه true. يبقى number one and true. True. There is a doctor. هل في الصورة دكتور؟ False. دكتور؟ طبعا. False. 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 I can see pizza. هل في الصورة هنا شايفين بيتزا؟ لا. يبقى بقول له ايه؟ فولس. بنقول ايه؟ فولس. تمام؟ تمام كده كلنا؟ طيب نروح للسؤال الجديد اللي هو السؤال، وعايزني اجاوب على السؤال اللي موجود على حسب نوعية السؤال اللي موجودة بتكون اجابتي. Is it a cat؟ الصورة اللي قدامي ده كات؟ بنقول بس انا مش هكتب طيب بقول له ايه؟ Yes it is. Yes it is. وبس. Is it? Yes it is. Yes it is. تمام؟ كاتبين كده؟ كاتبين كده؟ طيب. والله كاتبين كده. طب جميل جميل. الصفحات اللي احنا حليناها في الهوم ورك هنصورها ونبعتها واتس. الصفحات اللي كانت في الهوم ورك وعملناها هنصورها ونبعتها للسير واتس على الجروب. تمام؟ اوكي. تمام. نيجي للسؤال الثاني. يحيى بيقول لي what is this؟ what is this؟ it is address. برافو. هنا لازم نتعلم حاجة من أول السنة. لما أقول what is this أو what is that، كلمة this أو that أعوض عنها في الإجابة بإت. كلمة this أو that بعوض عنها في الإجابة بإيه؟ إت. والسؤال is، يبقى أقول له it is وأكتب اسم الحاجة اللي موجودة قدامي، يبقى it's a dress. It's a dress. السؤال اللي بعد كده بيقول لي do you like pizza؟ مين مش بيحب البيتزا؟ Yes I do. تمام ماشي. Do you like pizza؟ يبقى أقول له yes I do. طيب جايب لي هنا الكلمة بيسأل عن مين؟ عن بيتزا. واللي في الصورة إيه؟ بيتزا. يبقى لازم أقول له yes I do. بس أنا ياسر مش بحبها، مش مشكلتي أنت بتحبها ولا لأ. أنا ليا دعوة بيه إن اللي الصورة اللي موجودة هي صورة بيتزا والكلمة اللي عندي كلمة بيتزا، يبقى هقول yes I do. Yes I do. تمام؟ نيجي لآخر صورة. Is he happy؟ Is he no, happy؟ فين جودي؟ No he isn't. No he isn't. أنا بقول جودي. No he isn't. يبقى no he isn't. بالمنظر ده لأ، ما هوش happy، يبقى no he isn't. وبنأكد تاني، لما هكتب no الإن هكتبها capital وكوما بعد yes أو no على طول، وأكتب he isn't وأحط الفول ستوب. جملة بانكتويشن، مين اللي هيجاوب؟ أنا. ها جملة بانك تويشن، مين اللي هيجاوب معانا؟ أنا. ها أنا. طيب أنا عاوز مهاب، بلاش مهاب، محمد أسامة. ليه؟ محمد أسامة. ماشي أسامة فين؟ يلا أسامة. ها بيقول لي نو it isn't. عايز اعمل بانكتوشن للجمله دي، هعمل ايه؟ الان كابيتال.
تمام. والابسترو انا ابسترو فيهم هنا ولا هنا قصدك؟ بعد النو. بعد النو اسمها كوما يا محمد، اللي هي الفصلة الكبيرة اللي تحت، الفصلة الكبيرة اللي تحت دي اسمها كوما. ها يبقى الان كابيتال والكوما ها كوما ها والابسترو والابسترو بتاعت نوت، وفي الاخر وفي الاخر ستوب الفلو ستوب. تمام تمام تمام. تعالوا نشوف الجزء الثاني كده. في اي مشكله في الدرس الاول؟ ها لا. في اي مشكله عندنا في الدرس الاول؟ لا. طيب تمام، تعالوا نشوف الدرس الثاني، وهو عباره عن الورد تايم او جزئيه الكلمات. الورد تايم اللي عندي النهارده، بما اننا بنتكلم عن at the pet shop، في محل الحيوانات الأليفة، فبيبدأ مديني هنا أسماء الحيوانات الأليفة. تمام، مديني كات، والصغيرة منها أو الصغير منها اسمه كيتن. كات، كيتن، بابي، رابت، كناري، كناري، فيش، ترتل، ترتل، ليزرد، ليزرد، باروت، باروت، بيرد، ماوس، سنيك. دي كل الكلمات اللي موجودة عندي في الدرس الثاني، اللي هي عبارة عن اسمهم دول كلهم بيتس. اسمهم ايه؟ بيتس. اسمهم ايه؟ بيتس. يعني بيتس حيوانات أليفة. وهنا مديني الصورة، عايزنا احفظ الكلمة بالصورة بتاعتها. تمام؟ تعالوا نشوف تاني. ها كيتن، بابي، كيتن، رابت، بابي، كناري، رابت، فيش، كناري، فيش، ترتل، ترتل، ليزر، باروت، 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 باروت. خلي بالي من صورة باروت وصورة كناري. تمام، في فرق هنا في الشكل اهو، الباروت غير الكناري. تمام، كناري هنا اللي هو العصفور يعني. تمام، شكله كده يعني بيخوف. تمام، يبقى دولت كلهم اسمهم بيتس. اسمهم ايه؟ بيتس. بنشوفهم فين او بنلاقيهم فين؟ at the pet shop. at the pet shop. at the pet shop. طيب تمام، هعرف ايه عن مجموعه البيتس دول؟ المفروض انه هيديني صوره من صوره الحيوانات اللي قدامي دي، ويقول لي اتفضل اكتب ثلاث جمل او قول لي يس ونو. قول لي ثلاث جمل او قول لي الكلام ده ترو ولا فولس. طيب خلاص، نبص تاني بصة أخيرة على الصور دي عشان هيجيلي عليها أسئلة دلوقتي. تمام، ها مديني كيتن، بابي، رابت، كناري، فيش، ترتل، ليزرد، باروت. تمام تمام، تعالوا نشوف الجزء ده. هنا في السؤال ده بيقول لي choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. بيقول لي is a fish. is a fish، هستخدم ايه يا مهاب؟ ها؟ أنا أسير، أنا أسير، أنا مهاب. مهاب، مهاب راح فين يا مهاب؟ أنا أسير، أنا أسير. طب محمد، محمد أسام، أنا زيس. طبعا هنا عندي إز، يبقى بقول له زيس، ولسه مراجعينها من شوية، يبقى زيس إز، زيس إز، زيس إز. تمام. طيب الجملة الثانية يحيى، إتس كناري. It's canary. هقول آن ولا آت ولا آ؟ آ بس، آ بس. فاكرين الحروف المتحركة الاي والاي والاي والاو واليو؟ قلت بستخدم قبلهم آن. لو عندي مثلا أبل بقول له آن أبل، إنما هنا بقول له أكناري، أفش، أترتل، أباروت، أليزرد، وهكذا. It's a واسم الحاجة اللي موجودة قدامي في الصورة. It's a واسم الحاجة اللي في الصورة قدامي. Yes it. هقول له yes it ايه؟ ها yes it ايه؟ yes it ايه؟ is. yes it is. is. yes it is. yes it is. تمام. طيب الجملة الأخيرة، مهاب راجع ولا ما راجعش؟ مهاب رجعت ولا لسه؟ لا شكله ما رجعش. طيب عايزين يحيى، يلا يا يحيى. is it. بقول طبعا يا يحيى is it. is ايه؟
it is a it. ليه it يا يحيى؟ عشان is. طب انا ممكن اقول is he is she بس عشان كلمة ايه؟ ها؟ عشان كلمة parrot هنا بعوض عنها ب it. يبقى كل البيتس اللي قدامي دولت اسمهم it 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 it. اوكي؟ وما ننساش انهم في الاصل pet. بيت يعني ايه بيت؟ قلنا حيوان اليف، ده بسميه بيت، وده هو بيت، وده هو بيت، وده هو بيت. تمام تمام. طيب نيجي هنا للسؤال الثاني. هستفيد من حفظ كلمات البيتس اللي هي الحيوانات الاليفه دهيت انهم كلهم زي بعض. يعني ايه كلهم زي بعض؟ كلهم اخوات. اخوات ازاي؟ يعني كلهم بيتس، كلهم بيتس، زي ما بنقول الكالرز وبنقول الديز وبنقول مثلا المانسز وهكذا. هنا دولت برضو مجموعة حيوانات زي بعض. فلو مديني ليزرد ومديني ترتل ومديني بابي ومديني دريس، هقول له مين القط يا حلوين؟ مين القط؟ دريس طبعا، شاطرة يا جود. دريس. مديني هنا زيس ماوس، زيز زوز ماوس، يبقى هقول له ماوس هي القد، لان الباقي اسماء اشاره. اي هي از شي. مين شاطر بقى تقول لي دي؟ مين هنا القد؟ اي لا اي لا از طبعا از هي القد. ليه يا سير؟ ما انا بقول هي از. ايوه حبيبي، انا عندي اي هي شي ات وي يو ذي، دولت كلهم زي بعض اسمهم ضمير فاعل. انما از اخواتها ام وار، اللي هم ام از ار. تمام. اذا القض عندي هنا كلمه از، ولكن اي زي هي زي شي. اخر مجموعه، اخر مجموعه ونركز فيها شويه يا سير. ما انا عندي كناري وعندي باروت وعندي فيش وعندي بيرد، كل دولت فوق عندي، دولت كلهم فوق عندي. طيب قول له مين القض بقى؟ فيش يا سير. مين القض هنا؟ كناري ولا باروت ولا فيش ولا بيرد؟ فيش. ها؟ فيش. فيش. تمام. تمام. فيش هي القط. ليه يا سير؟ انا عندي كناري العصفور طائر، وبارد بغبغان طائر، والبرد طائر. طيب يبقى عندي الفيش بس، ده في السماء، ده في السماء، ده في السماء، وده في المية. يبقى اذا مين القط عندي؟ كلمة فيش. تمام. تمام. تمام كده. طيب تعالوا يلا حلوين نتدرب على اسماء الكلمات بتاعتنا. اخليكم تبصوا عليها تاني عشان هنتسال عليها دلوقتي تحت. مديني كت. لا لا لا. بابي. لا لا لا. رابت. كناري. كناري. وقلت لك خلي بالك من شكل الكناري وشكل البارت. تمام. ودي اسمها ليزر، ودي اسمها تيرتل. تمام. تعالوا يلا نشوف الجزء ده. هنا انا بقول وات از ذات. وات از ذات ايه ده؟ وات از ذات؟ أنا كناري. أنا سي. مين اللي بيجاوب؟ فين رودي؟ أنا جود. فين رودي؟ أنا. رودي. رودينا. أنا اللي جاوب. طيب كملي. يبقى المفروض هنا أقول إتس أ ها. كناري. إتس أ كناري. إتس أ كناري. تمام؟ الصورة الثانية بقول وات إز إس؟ What is this? It is a parrot. تمام. مين اللي بيقول this is؟ قلنا is this. والذات هحولها في الإجابة دايما إلى it. تاني يا جودي. قلنا this وذات بحولها في الإجابة it. It. تمام. يبقى it's a parrot. It's a parrot. It's a parrot. تمام. طيب هنا بيقول لي يا يحيى. يحيى إذا إيه ترتل ده سلحفة؟ هقول له نو إت إزنت. آخر صورة. آخر صورة يقول لي هنا وات آر زيز. وات آر زيز؟ ذيز آر أبرز. تمام. برضو هنا يا مهاب. مهاب رجع. مهاب رجع. ماشي يا مهاب، بزوغ من الحصة زوغ. لما أقول هنا وات What are these؟ هقول له they are. تاني لو أسأل عن these أو those هحولها في الإجابة they. تاني these أو those أحولها في الإجابة they. زي ما حولت this و that it
هنا هحول زيز وزوز الى زي، يبقى اقول they are rabbits. They are rabbits. تمام. طيب بص على الكلمات مره اخيره عشان نروح نشوف جزئيه الجرامر. هنا مديني كتن، بابي، رابت، كناري، فيش، تيرتل، ليزرد، باروت، دي كلها اسمها بيتس. اسمها ايه يا حلوين؟ بيتس. طيب يا سيد، فرضا فرضا لقيته في الامتحان جايب لي صورة مثلا البابي وبيقول لي اكتب ثلاث جمل، اقدر اقول it is a puppy او this is a puppy او I can see a puppy، it is a pet، it is a pet. اي حاجة من اللي قدامي دولت جملة عليهم اساسية it's a pet، مش ده بيت وده بيت وده بيت وده بيت، يبقى it's a pet. تمام. تعالوا نشوف الاول جزئية الجرامر وبعد كده هنشوف ازاي هنكتب جمل على الصور دي. هنا بيقول لي عندك في اول يونت زمن المضارع البسيط اللي هو البريزنت سيمبل. المضارع البسيط زي ما اخدناه قبل كده اكتر من مره، لما كنت بقول السنه اللي فاتت اي لايك، اي لايك، انما مع هي او شي او ات بقول هي لايكس. اقول تاني، بستخدم مع الاي والوي واليو والزي الفعل بس في المصدر زي لايك او وونت او بلاي او ايت، اي فعل في الدنيا في شكل المصدر مع مين؟ مع الاي والوي واليو والزي او اي فاعل جمع. اما اذا كان الفعل اللي عندي هي او شي او ات فانا بزود للفعل ده اس عشان تبقى وونتس او لايكس او بلايز وهكذا. تعالوا نشوف هنا بيقول لي ان الكلمات الداله على الزمن ده اللي هو زمن المضارع البسيط كلمات التكرار زي always او every او usually. طيب ده كله مش عندنا دلوقتي او مش مطلوب مني برضو السنه دي، ولكن المطلوب مني الجمله اللي زي دي اللي هي ايه يا سير؟ لما اقول I want a rabbit، I want، I want، I don't want، I want a rabbit، I don't want a turtle، انا عاوز ارنب مش عاوز سلحفه. They want a lizard، they don't want a parrot، هم عايزين كذا مش عايزين كذا، هم يريدوا لا يريدوا، I want اريد، I don't want لا اريد. نقول تاني I want، وقول لي اسم اي بنت من عندك، وقول لي I don't want اي اسم حاجة تانية. تمام. يبقى I want اريد، I don't want ده النفي بتاعها، I want، I don't want. طيب امال لو بستخدم هي وشي وات؟ قال لي لا، هنا بقى هنضيف اس اسمها اس المفرد الغائب عشان اقول he wants a parrot، he doesn't want، he doesn't want. انا فوق كنت بقول I want انما he wants، I don't want انما he doesn't want. ونخلي بالنا بعد don't او doesn't هي want، يعني الفعل في المصدر want، الفعل في المصدر دائما بعد don't او doesn't مصدر، يعني برجع الفعل الاصله سواء كان بقت مع الهي او الشي او الاي او الوي ايا كان الفاعل، فانا ما يهمنيش طالما في دونت او دازنت في الجمله يبقى الفعل في شكل المصدر اللي هو هنا عندنا النهارده وونت. يبقى اذا جرامر اليونت كله عباره عن جملتين، اي وونت وهي وونتس، اي وونت، اي دونت وونت في النيجاتيف، طيب هي وونتس يبقى النيجاتيف بتاعها هي دازنت وونت، وبكتب اسم الحاجه اللي موجوده في الصوره قدامي. بمعنى لو انا قدامي باروت هقول he wants a parrot، هو عاوز باروت، he doesn't want a puppy، هو مش عايز بابي. تاني وبرضه وصف للجمله دي تاني اهوت عشان اعرف امتى بكتب الجمله اللي زي دي، بقول هنا اهوت لو مديني صوره شخص زي مهاب كده ولقيت مهاب ماسك الباروت في ايديه وبيضحك له ومش باصص ناحيه البابي او قرفان من البابي مش عايز البابي، يبقى بقول he wants a parrot، he doesn't want a puppy. وهنشوف الصور اللي متاكده دلوقتي. تمام. تعالوا نشوف الجزء ده اهو اهو الاكسرسايز قدام اهوت كتاب بالمدرسه بالظبط. الصوره اللي قدامي دي اهوت، مطلوب مني هنا اقول I want كذا، I don't want كذا، he wants كذا، he doesn't want كذا. اذا الجرامر عندي في اليونت الاول اهو الحته ده بس، ده الجرامر بتاع يونت 1. I want a fish، I don't want a rabbit، he wants a fish، he doesn't want a rabbit. وبركز تاني ان هي want بعد don't او doesn't want، يعني الفعل في حالة المصدر. طب يا سيد مش ممكن اقول I like و I don't like؟ مفيش مشكلة مفيش مشكلة. تمام. يبقى اذا اي فعل في الدنيا
في حالة المصدر بستخدمه مع الاي والوي واليو والزي، بزود له اس او اي اس مع الهي والشي والات زي ما هو ظاهر قدامي دلوقتي في المثال اللي قدامي. طيب مطلوب مني دلوقتي وهيطلب مني السيف الفصل يقول لي حبيبي يلا اكتب لي جمل على الصور اللي قدامك دي. الجملة الاولى ديت مديني اي وبابي وكيتن. اي اهوت اللي هو الولد كريم بيلعب مع البابي وسايب الكيتن، معنى كده ان هو عايز يقول ايه؟ ها حد يعرف يقول؟ I want a puppy, I don't want a kitten. مين ده؟ مهاب؟ مهاب؟ لا رودينا. رودينا برافو يا رودينا. هنا المفروض ان انا بقول I want a puppy, I don't want a kitten. انا عاوز ده مش عاوز ده. ركز في الصورة كويس. اهو I want ده اهو I don't want ده. طب تعالوا للصورة التانية. هنا اهو شايفين الراجل ده بيبص هنا عند البارود ومش بيبص خالص ناحية الايه الرابط. يبقى بقول عليه ايه بقى؟ ها اي ولا هي؟ هي، لان هنا منى اللي بتتكلم عنه هي اللي بتوصفه، يبقى اقول له هي. ها وانت ولا وانتس؟ wants طبعا بالاس. he wants a parrot, he doesn't want a rabbit. نقول تاني he wants a parrot, he doesn't want a rabbit. he doesn't want a rabbit. تمام. تعالوا نشوف الصوره اللي بعدها نمبر 3. مين جاهز يقول لي 3؟ ها فين جودي؟ جودي اسيرها. ها اقول وي؟ نعم. هقول وي ايه؟ وي وونت ها كيتنز. ها هي وونت وي وونت كيتنز. اي دونت وونت ا كيتنز. طب انت جبت اي في الجمله الثانيه منين؟ الجملتين بيبقوا حسب الفعل اللي موجود قدامي يا جودي. مديني وي هقول له وي في المرتين، يبقى وي وونت كيتنز وي دونت وونت بابيز، او وي وونت ا كيتن وي دونت وونت ا بابي. وي وونت وي دونت وونت وونت دونت وونت. تمام. وي هي وي برضو في الجملتين. صوره 4. الصوره 4 محمد اسامه. بقول له زي رابت كيتن. ها زي رابت كيتن. اقول زي ايه؟ زي وونت رابت. ها زي دونت وونت ا كيتن. زي وونت رابت، زي دونت وونت ا كيتن. تمام. زي وونت زي دونت وونت. الجمله 5. جمله 5 رودي رودينا. نعم يا سيد. ها هي هي wants a lizard. he doesn't want a turtle. he doesn't want. تمام. نركز هنا، طالما الفعل اللي عندي هي او شي يبقى بقول he wants he doesn't want he wants he doesn't want. تمام. برافو. نمبر 6. نمبر 6 مين معانا؟ يحيى. يحيى يو وانت ترتل. اي برافو. اليو بتاخد وانت ولا دونت وانت؟ يو دونت. يو وانت ترتل. يو دونت وانت افيش. يو وانت يو دونت وانت. يو وانت يو دونت وانت. تمام. الجمله اللي بعدها مهاب. هي فيش. مهاب he wants a fish. he doesn't want a lizard. يعني سحلية. يبقى he wants a fish, he doesn't want a lizard. تمام. تعالوا نشوف الجملة الأخيرة. عايزين جودي. جودي she wants. أيوة she doesn't she doesn't ايه wants she doesn't
She doesn't بعد don't أو doesn't won't بس طالما قلت don't أو doesn't يا جود بعدها won't بس أرجع الفعل أصله مصدره won't يبقى she won't is a canary she doesn't want a puppy. لو جايب لي صورة زي دهيت وبقول لي true false يا حلوين هقول جمل أهو تقولوا لي أنتوا true وfalse بقول she won't is a parrot. No. She wants a parrot. هي هنا عايزة parrot. هقول له false. غلط. She wants a canary. She wants canary. Yes, true. She wants a puppy. She wants a puppy. She wants a puppy. No. No, طبعا. اللي هي ال want مع الحاجة اللي بتبص لها أو ماسكاها. التانية يبقى don't want أو doesn't want. Don't want أو doesn't. وونت تمام تعالوا للصوره دهيت عشان بتتكرر كتير في الامتحان ده هي يا اما يقول لي اكتب ثلاث جمل عليها يا اما يسالني عليها سؤال او يقول لي فيها ترو وفولس تمام هنا بقول هي وونتس ا باروت هي دازنت وونت ا رابت اقدر اقول اي كان سي امان ايوه انا شايف اهو تمام يا شباب يبقى اذا ملخص الجزء ده اهو الحته دي I want a fish. I don't want a rabbit. He wants a fish. He doesn't want a rabbit. وده اللي بيجي لي في الاختيار عليهم. استخدم want مع ال I will, we will, you ازاي. استخدم wants مع he وshe وit. Don't مع برضو I will, you ازاي. أما doesn't مع ال he وshe وit. سواء قلت don't أو doesn't الفعل بعدها في المصدر أهو. Want بس. Want بس. تمام يا جودي. تمام. طيب تعالوا هنا طبعا مدينا زي اغنية كده على الجزء ده عشان يدربنا على استخدام want wants و don't want و doesn't want عشان اقول I don't want I don't want I don't want I want she doesn't want she doesn't want she wants اهو ده الجرامر جايبهولي في الشكل اغنية علشان احفظه بالطريقة دهية يبقى انا بقول مع ال he و she و it واقول wants طب وفي النيجاتيف doesn't want قلنا اي فعل ينتهي ب s ان فيه بدازنت والمصدر دازنت وارجع الفعل الاصله وانتس يبقى دازنت وانت لايكس يبقى دازنت لايك بلايز يبقى دازنت بلاي وقلت داز او دازنت او الفعل اللي اخره اس مع الهي والشي وليت او اي اسم مفرد يعني لو بيقول له عمر يبقى عمر وانتس هنا وانتس انما عمر عند هنا وونت عمر عند هنا وونت ده بالنسبه لجزئيه الجرامر اللي عندي في الجزء ده هلاقي عندي هنا اكسرسايز من دهوني اهوت على الدرس الثاني اللي احنا شرحناه دلوقتي طيب تعالوا نشوف كده هنا مديني طبعا جزئيه الاود 1 هنحلها جزئيه الاود 1 يعني ممكن ناخد دلوقتي سكرين شوت كده للجزء ده عشان نحله او المذكرات انا نحاول نيجي ناخد المذكرات ان شاء الله يوم الخميس المذكرات جاهزه معايا المذكرات مجهزه معايا هنيجي نستلمها من المدرسه ان شاء الله اللي هي مدرسه الوحده يوم الخميس تمام هنا مديني مجموعة كلمات عشان اقول مين الاود الجزئية التانية بيقول لي اكتب ثلاث جمل تعالوا نشوف هنا هتعامل مع السؤال اللي زي ده ازاي السؤال اللي زي ده هتعامل معاه ازاي حد جاهز يقول لي ثلاث جمل على الصورة دي انا مهاب يلا مهاب ها I can see a turtle تمام طبعا هبدأ كابيتال وانهي بالفول ستوب يا مهاب تمام ها اي اترت ما انت قلت اي كان سي اترت خلاص ها غير اترت ماشي ها ايه كمان انا سيف ومين اللي بيتكلم كمل يا مهاب كمل يا مهاب اي لايك اترت ايوه تمام اذا زي ما مهاب قال هنا في الصوره اللي زي ديت اقدر اقول I can see a turtle أو this is a turtle أو it's a turtle حاجة تانية نستفيد بيها اللي هي جزئية الجرامر بتاع النهاردة طب أنا ممكن أقول I want a turtle I want a turtle I want a turtle I like turtles I like turtles تمام حاجة تانية ممكن أستخدم جمل أوصف بها الصورة على حسب الصورة اللي جايبها لي هنا جايب لي turtle يبقى أنا بقول له it's slow
It's slow. دي بتبقى slow. تمام. ايه كمان ممكن It's green. It's green. اهي. زي ما احنا شايفين في الكالر قدامنا. It's green. يبقى اقدر اقول تاني. This is a turtle. It's a bit. It's a bit. ما ننساش انها turtle وهي برضو حيوان اليف. It's a bit. I want a turtle. I like turtles. It's slow. It's green. تمام. ده بالنسبة للصورة دي. واحد تاني ممكن يقول لي خلاص it's a turtle with a turtle جميل. ممكن اقول I want a turtle. I don't want a puppy. جبت جملة I don't want دي منين؟ خلاص ما هي جملة زيادة. انا بقول I don't want. I want حاجة و I don't want اي حاجة تانية مش موجودة ما فيش مشكلة. يبقى I want كذا. اذا انا ببدأ جملي كابيتال وبنهي بالفول ستوب. بعبر عن الجمل بالجمل اللي انا عارفها القديمة اللي هي this is او it is او I can see. وممكن ندخل جمل الجرامر اللي احنا عرفناها النهاردة اللي هي I want كذا I don't want اي حاجة تانية مش موجودة في الصورة. اخر هنا السؤال ده اللي هو الاختياري برضو بيعتمد على جزئية الجرامر اللي احنا قلنا فيها مع ال I will you زي بستخدم want او don't want مع ال he will she will it بستخدم wants او doesn't want. بعد كده جايب الصورة هي اللي قلت لكم بتتكرر كتير في الامتحان جايبها لي في true false. هنحل السؤال ده مع بعض دلوقتي حالا يعني. ها بقول he wants a parrot. He wants a parrot. الكلام ده true ولا false؟ True. True. هنعلم صح هنا. True. تمام. True. I can see a rabbit. I can see a rabbit. True. True طبعا. True. انا شايف rabbit قدامه اهو. تمام. He wants a puppy. He wants a puppy. True. ها؟ True. ها؟ He wants a puppy. True. هو هنا عايز بابي؟ فولس طبعا مفيش بابي اساسا في الصوره يبقى فولس. I can see a lizard. I can see a lizard. في سحليه هنا طبعا فولس. تمام false. تمام يبقى اذا هناخد الجزء ده كده سكرين شوت ونحله اهو. الصوره قدامي هي الثاني اهو. السؤال الاول اهو. السؤال الثاني. السؤال الثالث الاختياري. السؤال الرابع ترو فولس. وهتصوره بعد ما تحله وتبعته لي. ها هنعرف يعني سر الصفحة رقم 11. أيوة ماشي يا محمد. أنت معك الشيت طبعا مش كده؟ معك ورقة يا محمد؟ طيب تمام. أيوة هي الصفحة دي. هيتبقى لنا في اليونت ده الجزء بتاع الفونكس الصوتيات. طبعا أنا بحاول أخلص لأن طبعا البرنامج قدامنا دقيقتين بالظبط ويقفل. قدامنا دقيقتين والبرنامج يقفل. عندنا جزئيه الفونكس النهارده اهيت اللي هي الشورت يو واللونج يو. الشورت يو واللونج يو كلمات معظمها اخذناها السنه اللي فاتت في منهج سنه ثالثه ولكن مديها لي ثاني النهارده عشان اول سؤال في ورقه الامتحان اللي هو listen and circle the short vowel. اسمع وخد دايره على الكلمه الشورت. اذا كل اللي قدامي كل الناحيه دي كده شورت. كل الناحيه دي كده شورت اهي. تمام. اما الناحيه الثانيه اللي فيها الاي في الاخر اهيت كلها اسمها ايه؟ دي كده اسمها لونج. دي كده اسمها ايه؟ لونج. تمام. هقرا لك الكلمات برضو اهيت. ها بج ران اب دك بس كب جج رج جم. هروح هنا للونج يو بلو جلو تيوب فلوت جون تون كيوت ديون كيوبز. ده كله فيها لونج يو. يو لونج يو طالما عندي حرف اليو وبعدين حرف ساكن ثم الاي يبقى اليو ده هي لونج. اما اليو اللي هنا كلها شورت. ليه؟ لان ما عنديش اي في نهايه الكلمه. ما عنديش اي في نهايه الكلمه. يبقى عندي جج ورج وجم وكب وبس ودك وبض وهنا ران واب. دي كلها اسمها شورت. يبقى لو جايب لي بج ومعاها جلو هقول له لا بج هي اللي شورت اخد عليها دايره. بج اللي شورت اخد عليها ايه؟ دايره. تمام. دي الكلمات اللي عندي وكده بيكون اليونت خلص. هنحاول برضو ان شاء الله الحصه الجايه نراجع الجزئيه ده اهي. الكلمات هناخدها مع بعض تاني بالتفصيل علشان نقرا برضو الجملتين دولت بيبقوا مهمين في الاسئله عندنا بالصور بتاعت. تمام. يبقى انا عندي الهوم ورك بتاعي النهارده هو حل بيج 11 ده اهي مراجعة جزئية الجرامر بالصور على دي اهو. الجرامر ده اللي هي I want و I don't want. He wants. He doesn't want. وكمان هراجع